أنا في كتير كذب. حضروا اللي بدكم إياه، بس أنتوا اصحابوا منه الفعت. إنها انتخابات 2009 مالئة نشرات الأخبار وشاغلة كلام الناس، فكما في لبنان كذلك في الولايات المتحدة. المعركة الانتخابية ليست فقط في الأقضية اللبنانية، بل هنا في الكنائس والجوامع، في المطاعم والاجتماعات الأذارية 8 و14، وعلى لبنان لاقونا. فهل سيكون البرلمان الجديد على صورة ومثال الطباخين الإقليميين، أم سيكون على صورة ومثال الشعب اللبناني؟ لا، ماني نازل لأنه حاسسها مطبوخة للقصة، وما عندي شجاعة أبداً أنه فوت بهيك طبخة. تشجع العالم تنزل حتى تنتخب، لأنه ما قدرنا انتخبنا هون من أمريكا، نزلنا لبنان ننتخب لبنان. ما حدا دفع لي تذكرة السفر. لا الست منتخبين بقلب البيت من عائلتي، أفراد عائلتي يعني، كلهم منتخبين جيران العالم بإذن الله. أنا دافع لحالي. كل إنسان بينشره بالمال وبينزل ينتخب، بينتخب الدولار اللي عطوه، وما بينتخب ضميره وجدانه. بعتقد هذا إنسان مش لازم يكون بالوطن. الواحد بس يبيع شرف وبيشتري تذكرة السفر بيخدها من غيره، مثل ما الجنرال قال، يلي بيبيع صوته بيرهن قراره. ونحنا هيدا الشغلة ما بنعملها، ونحنا بنحكي الناس عن ضرورة انه ينزلوا هن بقرارهن الحر وينتخبوا. فوضين من 14 أذار تنعبي استمارات للناس اللي بتقدر تنزل تعمل تنتخب لسبع حزيران مشان 14 أدار، وهيدي الاستمارة المسكة بإيدي تيعبوها الناس تنعرفونها. وتنشط اللقاءات ولكن بين نسبة صغيرة من اللبنانيين المنتشرين، لأن الأغلبية قد تأمركت في وطنها الجديد. بتمنى أنه دورة الجاي وقت اللي بتجي الانتخابات نقدر ننتخب هون بالمهجر. سمعت أنه في انتخابات، بس مش حابب انزل على البلد لأنه في مشاكل وغلا وما حدا بيحب حدا تحت، ومبسوط أنا هون. الجماعة هن زيتهم السي هون، أسامي هي زيتها، خربوا البلد من 30 سنة وبدنا نرجع ننتخبهم هلا، فمثل قلتها يعني ما في شيء حيتغير عنا. نازل انتخب أكيد بالصيفية، لأنه بعتبر الانتخابات واجب وطني خاصة هيدي السنة. نازل انتخب الحقيقة أكيد. لو بقدر بنزل وعندي وقت ما بنتخب إلا جنرال عون، لأنه هو جنرال لبنان وبطل لبنان. لو نزلت مستحيل أن أبيع صوتي، وصوتي حيكون للجنرال عون. للأسف أنا مش قادرة أنزل انتخب بلبنان، بس أكيد بتمنى أنه تكون انتخابات بسلام ولمصلحة جميع اللبنانيين. ولو كنت نازل انتخب كنت بنتخب على هاللون، وبتمنى فصح مجيد لكل اللبنانيين. إذا كان البعض غير مبال بما يجري في الوطن، اهتم آخرون بأكثر القضايا جدلية. ما حدا يفتكر في يكون حر مش بلبنان بس، لا بلبنان ولا بالميدل إيست كله، العالم كله تغير بناء على المعركة اللي خسرتها إسرائيل بلبنان. جنرال عون لمن إجا وكانوا المسيحية بلبنان متوقعين على بعضهم رح يختنقوا بريحة نفسهم، بريحة عرقهم بأوضة وحدة، فتحنوا هالشبابيك، فتحنوا هالبواب، قالوا هذا مجتمعكم. جنرال جنرال. هذه المرة البعض اشترى أصوات ناخبيه بتذكرة سفر وإقامة لمدة أسبوع، فبماذا سيشترون هذه الأصوات في المرة القادمة عام 2013 عندما يصبح الاقتراع من الخارج في القنصليات؟ إنها الفرصة الأخيرة لمن يريد شراء مقاعد في البرلمان اللبناني لنواب كتلته. من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، سمر نادر، قناة الجديد.